أنا فريق المغرب فاسي ماشي اليوم، يعني من الدورة الأولى منذ نهاية الموسم الفريق وكل عزم على أنه يحقق الصعود، لا مسيرين، لاعبين، أطر تقنية، كذلك الجمهور، كل شيء وراء الفريق من أجل تحقيق الصعود. كانت واحد الفترة ديال الفراغ اللي مالوروزمون طالت واحد المدة طويلة، ولكن الحمد لله من بعد العمل الشاق كنشكر من هنا من هذا المنبر كنشكر الإخوان اللي سبقونا وشرفوا على الفريق لأنهم قاموا في هذا العمل. ربما النتائج ما وفقتهمش، ولكن اليوم الحمد لله لنا ولا السي مصطفى المراني ولا كل الإخوان في الإدارة التقنية توفقنا من ناحية ديال النتائج اللي كانت منا أن تكون فقط بداية من أجل أننا نقلبوا على التنافس على بطاقة ديال الصعود. المقابلة هذه الأخ ديالي، حنا بالنسبة لنا أي مقابلة نأخذها بمثابة نهائي، والفضل كله سيرجع لهاد الجماهير هذه اللي تشوفوها. هاد الجماهير هادو ما يسالوش القسم الوطني الثاني، والاسم ديال الفريق المغرب الفاسي ماشي غير فاس كلها اللي باغا الفريق المغرب الفاسي يطلع القسم الاول، وانما المغرب كله باغي الفريق المغرب الفاسي يطلع. لحقاش الامكانيات ديالو وهاد الجمهور الكبير ديالو وهاد الملعب ديالو خصو يسال القسم الاول ويلعب لما لا على الالقاب. لحقاش المغرب الفاسي ماشي ديال هاد القسم هذا. والنتائج مع الوقت ان شاء الله، واي مقابله بقات لنا ان شاء الله غادي ناخذوها بجديه. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.